من السيد رب السداد اللي هو السيد الغالي، الساده اعضاء اللجنه القانونيه التنميه البشريه المحترمون، الساده اعضاء المجلس المحترمون، الساده رؤساء جمعيات المجتمع المدني المحترمون، ايها الحضور الكريم، بدايه يشرفني ويسعدني ان ارحب باسمي الخاص ونيابه عن اعضاء المجلس القروي التيامين والساكن المحلي بالسادة أعضاء اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية التنمية البشرية على هذه الزيارة الميمونة للوقوف على المنجزات التي تم تحقيقها على مستوى برامج المبادرة الوطنية التنمية الوطنية لتراب الجماعة وإثارة واقع حال تلك البرامج والمشاريع والفئات المستهدفة، وذلك من أجل خروج بعض الاقتراحات والتوصيات لتفعيل فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعليه وفي إطار تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وعيده في خطابه السامي بتاريخ 18 مايو 2005، انخرطت الجماعة القروية التيامية بكل نسيجها الجمعوي والاجتماعي من جمعيات وتعاونيات فاعله في مجال التنميه المحليه والمصالح الخارجيه في انجاز هذا المشروع الاجتماعي التنموي الهام. والورش الملكي الاستراتيجي الذي يميز العشريه الحاليه والذي يهدف الى تقليص نسبه الفقر ومحاربه الهشاشه والانقسام الاجتماعي. وهكذا وبفضل تضافر جهود جميع الفرقاء الاجتماعيين وبعد تشخيص دقيق للحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنه المحليه عن طريق التشخيص التشاركي وفضل الحكام الجيده التي تعد ابرز مبادئ المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وثقافه التواصل والانفتاح التي تنهجها السلطه الاقليميه، فقد تم انجاز مجموعه من المشاريع التنمويه الهادفه الى تحسين وضعيه البلوج للخدمات والتجهيزات الاساسيه ودعم الأنشطة المدرة للدخل والنشاط السوسيو ثقافي والرياضي وكذا الأشخاص في وضع الهشاشة قصوى. وقد بلغ مجموع المشاريع الموجزة خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2011 برسم البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج محاربة الهشاشة لنفس الفترة ما يجمعها 5 مشاريع موزعة على الشكل التالي: تجهيز قسمين للتعليم الأولي لكل من مجموعة مدارس دار هدي بنطو ومجموعة مدارس التعليم ومدرسة سوام البنتون بشراكة مع نيابة وزارة التربية الوطنية بالإقليم الأسفي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية التعليم للتنمية والتعاون وجمعية سوام البنتون للتنمية والتضامن لمحاربة الهدر المدرسي وتشجيع تنظيم مستفادات القرية بالوسط القروي. تهيئة ملعب كرة القدم بمقر الجماعة بالشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة القروية التنمية لفتح فضاءات رياضية في وجه الشباب وسط القروي. ثاني مشروع تربية وإنتاج العسل بالشراكة مع جمعية سوام البنتور والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. رابعا مشروع تربية الماعز بالشراكة مع جمعية التنمية للتنمية والتعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم الأنشطة المدرة للدخل. مشروع عرض سكان كل من دوار سوام البنتور ودوار التيامين بشبكة الماء الصالح للشرب بشراكة مع الجامعة القروية للتيامين وجمعية سوام البنتور للتنمية والتضامن وجمعية التيامين للتنمية والتعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وموازاة مع ذلك فإن المجلس القروي للتيامين عمل على إنجاز مخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي الجماعي وفق المادة 36 من الميثاق الجماعي قصد تحقيق الانسجام والتكامل بين البرامج القطاعية والتناسق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي الأخير يجب الإشارة إلى أن ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجماعة القروية للتيامين قد ساهمت في إبكاء حس المواطنة وترسيخ قيم التضامن والتآزر التي أرسى أسسها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي له مع إبكاء ديناميكية غير مسبوقة على مستوى عمل النسيج الجمعوي المحلي. كما أود الإشارة إلى ضرورة مراعاة الظروف الصعبة التي تقع ميزانية الجماعة القروية للتيامين التي تعد من أفقر الجماعات في إقليم اليوسفية من أجل إرسال دعائم التنمية المحلية المستدامة لتلبية حاجيات الساكنة المحلية.
وإلى جمعيات النشيط ما تستحقوا من عناية وتشجيع. وكذلك لا بد من احترام شروط ومعايير استفادة الجماعة القانونية من برامج محاربة الفقر بالعالم القانوني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.